اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية يوم أمس بمدينة أبو ظبي مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال الاجتماع أعرب سعادة وزير الخارجية عن اعتزازه وتقديره لما تشهده العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة من متانة وتطور ونمو في مختلف المجالات. مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بما يدفع بتلك العلاقات إلى أفاق أرحب تلبي تطلعات المشتركة من جانبه أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دوله الامارات العربيه المتحده ومملكه البحرين واربا عن تطلع البلدين الشقيقين بدعم ورعايه من قيادتهما الى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافه بما يخدم مصالحهما المشتركه ويعود بالخير على شعبيهما وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي، بالاضافه الى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الاقليميه والدوليه. حضر الاجتماع من الجانب البحريني سعاده الدكتور الشيخ عبد الله بن احمد ال خليفه وكيل وزاره الخارجيه للشؤون الدوليه والوفد المرافق لسعاده وزير الخارجيه. ومن الجانب الاماراتي سعاده خليفه شاهين المرر مساعد وزير الخارجيه والتعاون الدولي للشؤون السياسيه بدوله الامارات العربيه المتحده